السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في أنحاء العالم بالصحيحة والهنا والراحة والرزيق. والله يصومنا على الكمال ويقدرنا سيدي ربي سبحانه على قيامه وصيامه، والله يرزقنا ويرزقكم صحيحة والسلامة. اليوم إن شاء الله غادي نشارككم في المائدة الفطور ديالي. المائدة ديالنا غادي نحضروا فيها الحريرة، غنحضروا فيها طائر تركية، غادي نحضروا فيها العصير. هاد الحريرة هادي اللي غادي نقدم لكم اليوم هادي راه سبق لي وحطيتها على القناة، القوام ديالها كنوجدوا القوام كامل كنحضروه وكنحتفظوا به في المجمد، وفوق ما بغينا الحريرة كنجبدوا القوام ديالنا كنطيبوه بحال ديك الساعة قردناه. الا بغيتوا تشوفوه راه عندي على القناة. هنا كنحتاجوا مطيشة، كنحتاجو معلقه كبيره السمن، كنحتاجو 4 معالق نتاع الشعريه، 2 معالق المحمصه، كنحتاجو معلقه صغيره نتاع الفلفل، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم. عندي هنا كاس ديال الطحين، عندي القزبور 4 المعالق كبار نتاع القزبور. هنا هاد القوام ديالي درته في الكوكوط، زدت عليهم متر ونص الماء بارد، زدت عليهم البزار سكينجبير الخرقوم. هنا غادي نسد عليهم وردها فوق البوطه. هاد الحريره هادي راه سهله في التحضير ودغيا دغيا كتوجد لنا. الحريره ديالنا راه كطيب. دابا غادي ندوزو للفطيره التركيه او البيتزا التركيه. هنا عندنا 300 غرام تاع الدقيق الرطب الخاص بالحلويات، عندنا فلفله كبيره خضراء، فلفله كبيره حمراء، عندنا بصله كبيره، عندنا معلقه صغيره نتاع السكر، معلقه صغيره ديال الخميره، 2 معالق كبار نتاع الياغورت الطبيعي، عندنا بيضه، عندنا 180 غرام من الطون، عندنا 4 معالق كبار نتاع صلصه الطماطم، عندنا 2 معالق كبار نتاع الزيتون الاسود، عندنا 3 قطع نتاع الجبن، عندنا الملحه، عندنا الفلفل الاسود، وعندنا الخرقوم، وعندنا الحار السودانية كتبقى اختيارية، عندنا زيت الزيتون. هنا دابا ندوزو للعجينة، كندير واحد الحفيرة هكا، كندير فيها السكر، كنزيدو عليها الخميرة. هنا هاد الخميرة السكر، درت الملحة هكا شوية في الجناب، نكب عليها الماء باش نخليها تفاعل شويه. هاد الياغورت الطبيعي بلا سكر راه سبق لي وحضرته لكم، الا بغيتو تشوفوه غتلقاوه على القناه. ندير غير هكا شويه، ندير 2 معالق كبار نتاع زيت الزيتون، هنا هاد البيضه راني قربتها، هادي ما نديرهاش كلها، غادي ندير 2 معالق في العجينه، وغادي نخلي اللي بقى غادي نخليه للدهن. هنا دابا الخميره ديالي راها تفاعلات، نخلط كلشي. الماء باش كنعجنوا الماء دافي، ماشي طايب ماشي بارد، الماء يكون غير دافي. ها بالنسبه للعجينه راه دخلت لنا كاس لارب ديال الماء بالكاس ديال العنبه. هانتوما تشوفوا العجينه كي دايره، العجينه هكا حنا باغينها، راها ما مدلوكه ما والو، يعني غير جمعتها ما كيبقاش الطحين كيبان. صافي دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما كنسدو الكوكوط وكتصفر كنحسبوا لها 15 دقيقه، صافي كنحلوا عليها كنلقاو اللحمه ديالنا طايبه، الحمص طايب. هنا غادي نزيدها دابا الماء، راه درت في الاول لتر ونص ودابا درت لتر ونص. هنا كنزيدوا هاد السلافه ديال مطيشه اللي راه صدق لي وحضرت لكم،
اللي كتجلس مدة 6 شهور حنا محتفظين بها بلا تلاجة. بغينا الحريرة تجينا حمرة بزاف راه كنديرو جوج زلايف، بغينا تجينا غير لوين عادي كنديرو زلافة هكا كبيرة. بعد ما دزت مطيشة في الطاوة خليتها باش تغلي. دابا هنايا ديك الكاس ديال الدقيق نتاع بالكاس د العنبة أو 6 المعالق يكونو كبار، هنا نزيدوهم الماء، الماء بارد، كنخلطوهم هكا أو كنحاولو باش منخليوشهم ديك الكويرات. هنا راني زدت 2 كيسان بالكاس د العنبة ديال الماء، يعني 350 مليلتر الكاس العنب. صافي هنا كنديرو الطحين أو كنخلطو بالزربة باش مكيتكورولناش ديك الكويرات ديال الطحين. أو بالنسبة للدقيق، الدقيق العادي ماشي الخاص بالحلويات، الدقيق الخاص بالحلويات فاش كنديروه في الحريرة راه الحريرة كتجينا خفيفة. بعد ما كتبدا تغلي رحنا دابا عاد غادي نزيدو الملحة. الملحة ما درتهاش في الاول ماشي نسيتها، ولكن الا درنا الملحة في الاول الحمص ما كيبغيش يطيب، يعني حتى كيطيب لنا الحمص عاد كنديروا الملحة. والملحة كيبقى على حسب الذوق نتاع كل واحد. هنا ما حتى كتغلي دابا غادي نزيد، يد كتحرك ويد كتزيد الطحين ديالنا اللي خلطنا بالماء. ها انتما تشوفوا القوام ديالو راه ماشي قاصح، وي ضروري ماشي غير نقبطو نكبو الطحين كامل ونخليوه، لا يد عندنا كتحرك ويد كتكب الطحين، يعني ضروري. دابا هنا غادي نزيد هاد الشعريه والمحمصه، هادو كيبقاو اختياريين، يمكن لكم ديروا غير الشعريه، يمكن لكم ديروا غير المحمصه، يمكن لكم ديروا الرز، غير انا كتعجبني الحريره هكا بالشعريه والمحمصه، واللي شربها عندي كله كتعجبو داكشي علاش كنفضل باش ندير نوبا نوبا نحرك. فاش عرفت دابا درت الشعريه والمحمصه، هنا دابا غادي نزيد هاد القزبور اللي عندي مدقوق. هاد القزبور هذا راه عندي على القناه، القزبور والمعدنوس والكرافس، يعني نيبساهم ومغربلاهم ومحتفظه بهم هكا في قنينه كتكون محكمه الاغلاق. وفاش كنبغي هكا ندير الحريره كنديرها كره كتجي غزاله. كان القزبور موجود مدقوق يعني موجود طري حنا كنديروه، ما كانش كنديرو هذا راه الحريره ديالو كتجي ما تفرقهاش على القزبور اللي كيكون عاد دق ديك الساعه. هنا ضروري متحرك باش القزبور ديالنا ما يديرش هكا كويرات. بعد ما درت المحمصه والشعريه والقزبور ديالي نوبا نوبا كنحركوا الطاوه، ما كنخليوش الطاوه بوحدها ونمشي، ولا خصنا نبقاو واقفين حداها. هنا من بعد 15 دقيقه الحريره ديالنا راه كتكون واجده. هنايا كندير فيها هاد السمينه، هادي كندير هاد السمينه وكنغطيو الكوكو ديالنا وكنخليوها حتى ساعة تقديم. هنا عندي 4 المعالق كبار ديك صلصه الطماطم اللي راه سبق لي وحضرت، راه عندي على القناه الا بغيتو ترقبوها. هاد الطماطم راه كتبقى مده 6 شهور بلا ثلاجه ما كيوقع لها والو. هنا كنجيبو هاد الزيت ديال الطون وغادي نصفي فيها ماشي مشكل. هنا كندير واحد شويه نتاع السودانيه، هادي راه انت هي حضرتها في الدار في الفيديو ديال التحميره، راه عندي فيه السودانيه. هنا كنديروا قليل مسكين جبير وكنديروا القليل من الفلفل الاسود، معلقه صغيره. هنا الملحه على حسب الذوق، يمكن لكم ديروا هاد الصلصه هذه، يمكن لكم ديروا الصلصه اللي راه البيتزا راه سبق لي وحضرتها على القناه حتى هي الا بغيتوا تشوفوها، حتى هذه كتجي سهله. هذيك ديك الصلصه نتاع البيتزا ما كنزيدوهاش كاع التوابل، هذا صافي كنديروها هي راه فيها كل شيء.
الا بغيتو تشوفوها راه عندي على القناه هنا. صافي كنحركو كنخلطو هادشي ونخليوه. هنا العجينه ديالنا راه خمرات هانتوما كتشوفو الحجم ديالها راه ضعف. هنا غادي ندهن يدي شويه بالزيت وغادي نحاول نهبط منها هاد الهواء. الخميره كيبقى على حسب الفصل، تقدر تخمر لكم على 30 دقيقه على 45 دقيقه، الا كان الصهد والحراره راه حتى على 15 دقيقه راه تخمر. رشيت بلاصه العمل بشويه ديال الدقيق وانا درت هاد الكويرات، قسمت هاد العجينه اللي عندي درت فيها 6 الكويرات. هنا هاد الفلفله والبصله كنرشهم بشويه ديال الملحه بالقليل ديال الملحه وكنخلطوهم مزيان باش كيتلدوا بالملحه. دابا هنا غادي ندير شويه ديال الدقيق. العجينه راها خمره، نحطها في الكلاف. هنا حنا حطيناها كنزيدو كنديرو هاد الصلصال، كنديرو غير هكا على الطول مكنخرجوهاش من هاد الجناب بزاف. من هنا كنوصلوها أو من في العرض لا. هنا كنديرو شوية ديال الطون. هاد الكمية اللي عندنا لا ديال الحشوة ولا ديال الطون خصنا نحطوهم على قد 6 تاع هاد الكويرات اللي عندنا. هنا درنا الطون، غنديرو الفلفلة، كنحطو البصلة هكا هادي غير كنفرتشوها من الفوق. هانتوما تشوفو البصلة راني دايراها غير رقيقة، نقطعها رقيقة. هنا دابا كنجيو لهاد الجيب هدا مكنقطعوش كلو، هنا كنجيو لهاد الجيب كنديرو غير هكا في الوسط واحد التقطيعة في الوسط. هانتوما كنحلوها عاوتاني هنا هكاك هي كنحلوها. هنا كنجيبو هاد العجينة هادي كنجيبوها لهنا، وهاد العجينة هادي كنعاوتاني نربطوها لهاد البلاصة هادي. هنا كنجيبو هاد الزيتون كنديرولو هكا. الزيتون كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم ديرو الزيتون الابيض يمكن لكم ديرو الكحل. هنا هاد الجبن ديالنا، هنا عندنا ثلاثة نتاع الجبن، يعني كل وحدة كنقسموها على جوج. هنا غادي نديرو ربعة ديال هنا اللاطة راني دهناها بالزبدة اللي صوبناها كنحطوها في اللاطة. فاش كنحطوهم ما كنزحموهم شرحنا كنبعدوهم شوية. هاد البيض هدا اللي شيتنا من العجينة غادي ندهنو بيه هاد الجناب هادو. كندهنوه مزيان فين ما كانت العجينة بيضة كندهنوها بهاد البيض. هنا من بعد ما كندهنوهم اما كنجيبو الحبة السوداء او كنجيبو السمسم يعني الجنجلان، كنزوقو هكا على حسب الاختيار الذوق نتاع كل واحد. هنا دابا الفران راه عندي شاعل راه سخون مزيان، غادي ندخل اللاطة ديالي للفران، غندير اللاطة من الفوق والعافية من التحت ونخليها حتى نشوفو العجينة ديالنا بدات كتحمر لنا من الجناب كتبقى طلع على هاديك التذهيبة من هنا عاد باش نهبطوها تاخد اللون. عندنا يترو ديال الحليب، عندنا 100 غرام تاع لافوكا، 80 غرام ديال التمر، 50 غرام تاع اللوز. هنا اللوز كنقطوه كنمسحوه مزيان كنطحنوه حتى كيولي لنا هكا غبرة. التمر كنقطوه كنحيدو له العظم، ومن الاحسن يكون هاد التمر هذا اللي كيكون معلك،
كنحيدو له العظم، كنديرو له كنغطيوه بالماء تقريبا واحد جوج ديال الدقائق، كنغسلوه كنصفيوه ديك الماء. التمر ديالنا دابا هو واجد. هنا كنقطو هاد الحليب، كنزيدو عليه الافوكا، كنزيدو عليه التمر، كنزيدو عليه هاد اللوز ديالنا ونطحنوه اما في الغرف العصير او في الميكسور برا. الحريرة ديالنا هي واجدة، انتم تشوفوا هذه الفطيرة التركية، هذه سفوف او سلو، هذا العصير ديال الافوكا مع الحليب والتمر، كيجي لذيذ بزاف وصحي بزاف. هادو لي شوسو، هذه بشنيخة او شعكوكة، هذه الحلوة الشباكية او المخرقة، هذه الحلوة المشبكة، وكيقول كاين اللي كيقولها الزلابية. هاد الزهر هذا كنديروه مع العصير ديال الحليب والافوكا واللوز، كيجي لذيذ بزاف. هذا العصير ديال المشماش اللي راه سبق لي وحضرته لكم، غتلقاوه على القناة. هذا نص كيلو ديال المشماش كيعطينا 4 لتر ديال العصير، من 3 حتى 4 لتر. والمائدة هي هذه، وكنتمنى تعجبكم، ورمضان كريم، وانتم كيف بغيتو وتمنيتو، وشهية طيبة.